نبقى في أخبار لاعبي النصر، حيث أبدت الصحف المغربية الناطقة باللغة الفرنسية اهتماما كبيرا بالتألق غير العادي الذي يعيشه اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الوقت الحالي. صحيفة 360 وصفت اللاعب بالمنقذ لفريقه والأكثر مساهمة بصناعة الأهداف، ومتسائلة عن إمكانية استعانة مدرب المنتخب هيرفي رينارد باللاعب في المواجهات القادمة. أما صحيفة لوسيت أنفو فتغنت هي الأخرى باللاعب قائلة إنه يحقق أرقاما مميزة رفقة مواطنه نور الدين مرابط. حساب الكرة المغربية والعالمية وصف اللاعب بالسفاح بعد رصدها لأهدافه وأدائه المميز.